لا لا لا، ابو دبوس تفضلي. شكرا بشرى، مرحبا بك وبالاستاذه شاهينان. اهلا بكم مشاهدينا الى هذه الجوله من عالم الصحافه، ابداها واياكم بعد الفاصل. البداية مشاهدينا من صحيفة التشرين السورية التي عنونت: مجلس الأمن يتبنى قرارا يدين استخدام غاز الكلور الجعفري. بعض الدول تسعى إلى خلق الذرائع لاستمرار العدوان على سوريا، ومداخلات مندوبي هذه الدول تعكس نيات سيئة. رباعية النورماندي تجتمع في برلين، موسكو، كييف تتهرب من اتفاق منسك ولم تفعل شيئا لإعادة ترتيب العلاقات مع الشرق. ديمستورا: حل الأزمة في سوريا بيد أبنائها فقط، ودور الأمم المتحدة تسهيل ظروف الحوار. صحيفة السفير اللبنانية عنونت: الصراع داخل جبهة النصرة وعليها. هيئة التنسيق السورية أمام مفترق طرق، اجتماع قيادات مع ائتلافيين وإخوان تفجر الخلاف. نقرأ من صحيفة الأخبار اللبنانية: بروكسل، الاتفاق النووي في الكيلومتر الأخير، حرب الجبهات المفتوحة، الجيش يستعيد قرية دورين وآبار جزل. في صحيفة الوطن العمانية: العراق، إرهابيو داعش يدمرون مدينة نمرود الأثرية واليونسكو تعتبرها جريمة حرب. من صحيفة الدستور الأردنية وجاء فيها: فلسطيني يدهس 7 إسرائيليين بينهم جنود في القدس. في صحيفة الأهرام المصرية: توافق مصري سوداني إثيوبي حول التعاون المائي. تقرير للرئيس عن التنسيق بين دول حوض النيل بشأن سد النهضة. سقوط 12 مقاتلة تركية عقب صيانتها في إسرائيل. ومن الصحافة العالمية، من صحيفة الحياة اللندنية نقرأ: تقدم حذر إلى تكريت وداعش يتجنب المواجهة. إيران تلمح إلى إمكان تجميد نووي وتطالب برفع كامل للعقوبات. بالانتقال مشاهدين إلى عناوين صحافة العدو الإسرائيلي، والبداية من معاريف: مصادر فلسطينية تؤكد استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة. لبرمان يطالب بإنزال عقوبة الأعدام بحق منفذي عمليات الدهس في القدس. وما جاء في موقع والا العبري: جهات أمنية إسرائيلية تعرب عن مخاوفها من نقل قوات الخاصة المصرية من الحدود مع غزة إلى الحدود مع ليبيا. صحيفة إسرائيل اليوم: نتنياهو يتهم خصومه السياسيين بتشكيل تحالف بهدف إسقاط الليكود في الانتخابات. وفي يدعوة أحرنوت: وثيقة إسرائيلية تكشف عن موافقة نتنياهو على الانسحاب إلى حدود 67 وتبادل للأراضي. في صحيفة هآرتس: أوباما يدرس القيام بمحاولة جديدة لتحقيق تقدم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وأخيرا ما جاء في القناة العاشرة: وزير الحرب الإسرائيلي: إسرائيل تفضل عدم توقيع اتفاق بين الدول العظمى وإيران. إذا مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين الصحافة لهذا الصباح. لنا وقفة ثانية معكم على مقالات اليوم، أما الآن عودة إلى بشرى واستكمال الحوار. شكرا لك تالا، أعود إليك من جديد أستاذة شهناز. يعني قبل